الله ننطلق في أخذ صور نسبية وجماعية تذكارية لأهل مدينة تازة، وهذه الصور يرجع تاريخها ما بين سنة 1956 إلى سنة 1985، وهو التاريخ الذي غادرت فيه هذه المدينة الحبيبة إلى مدينة مكناس. السيد حاجي محمد يقولكم أهلا وسهلا في جولة ليست بالقصيرة وليست بالطويلة، نرى فيها صور لأناس منهم من غادرون إلى دار البقاء ومنهم من ينتظر، ونتمنى للجميع طول العمر ونترحم على من سبقونا بالإيمان، فعلى بركة الله نشرع في هذا العمل الذي نتمنى أن نكون قد خدمنا به ولو جزءا يسيرا من سكان هاته المدينة الحبيبة. وعلى بركة الله نبدأ أخذ هذه الصور وبعض المحاضرات الشخصية. هذه صورة لعمي المريني الله يرحمه، هو الابن ديالو اللي كان من الجيل ديالنا، ها هو فر، هذا عمي المريني تغمده الله برحمته. هذا عمي احمد شيبو الله يرحمه ويولي برحمة الله في ايام عيد سوا. الله يرحمه اللي كان زار باب الزيتونة قدام استوديو الكشاف تغمده الله برحمته. بها يثبت الإيمان، أكي الله يرحمه ووليه برحمة الله. هذا وعمي العبود تغمد الله برحمته وكان يسكن في الزاوية. وصورة تجمع المرحومان علاء القشار على الشمال وعمي جفال على اليمين. هذا علاء القشار هو اللي كان خدام في الطوبيسات نتاع تازة العليا، وفي سنة 1065 راني تلميذ كان قرا في علي من البر، هو راه خدام ذاك الساعة رحمه الله. الأبناء ديالو هما ناجية عبد الناصر ولطيفة قشار، الزوجة ديالو هي فاطمة المسيح الله يرحمها. هذا هو عمي زفان الله يرحمه ولي برحمة الله، والابن ديالو هو رشيد زفان الذي كان يعمل معي في استوديو الكشاف. وصورة جميلة تجمع في الصورة عمي بلغيت، ربما السي الحاج عبد الله بلغيت اللي كانت عنده الحانوت باب الحراش، وعلال تزاني الاخ نتاع تزاني المرحوم المصور الذي كان بحراش، واحد توازى عمي العيساوي
ويرحمه في هذا النهار المبارك السعيد. هذا عمي بلغيس الله يرحمه، هو كذلك مثال، كانت عنده دكان باب الزيتونه والابناء ديالو هما اللي قرا عندنا باب الزيتونه. هو الجن والانس طلع البدر علينا، طلع الله يرحمك يا عمي بالسكمر علينا، طلع البدر. هذا بين الاطفال الشباب بين عبد اللطيف وعبد الاله وقد توفى سنة 1987. الشكر علينا وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا. وهذا الإنسان كان له تاريخ مجيد بمدينة تازة. أيها المبعوث، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلا لله وإليه راجعون. اللهم ارحم عليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. رحمه الله كان صاحب النكتة وكان صاحب فضل وصاحب شرف. هذيك صورة الحاج بن شلة الله يرحمه، الأبناء ديالو لا زالوا بمدينة تازة. نتمنى له الرحمة والمغفرة. وهذه صورة للأب الشريتي أب الأبناء رحمه الله. هذا عمي الزويري الله يرحمه ويولي برحمة الله، وكان له دكان باب الجمعة. وسير عمران تفرقت بها والود وعار ولا يما الدمسية، تفرقت بها والود وعار ولا يما الدمسية، تفرقت بها والود. هذا هو عمي قديرة الله يرحمه ويولي برحمة الله، وكان حفارا للقبور بمدينة تازة، تغمده الله برحمته. الأبناء ديالو هناك من في أوروبا، ومازال عنده واحد الولد ديالو في نفس السكن رحمه الله وتغمده برحمته. عمي قديرة هذا هو عمي المراكشي ابن عيسى اللي كان كيكون في الزاوية، والولد ديالو هو المكي وبنته هي فاتحة، كان كيكون في الزاوية قدام السبالة. هذا بن حمو الله يرحمه، وكان خياطا بمدينة تازة، تغمده الله برحمته. وعائلة بن حمو معروفة بمدينة تازة، وهي عائلة كبيرة ومشهورة.
عاشوراء مع بيتيجا الحلاق، وحتى هو كان مشهورا بالفكاهة. هذا عمي ابو عبد الله المكلا بن كعب الله، الله يرحمه ويولي برحمه الله. الولد ديالو الان تلاجا عنده مكتبه بقبه الشوخ، ومن التلاميذ اللي قراو عندي في القسم الثالث في مدرسه باب الزيتونه. هذا هو بوصبيحة الحلاق بمدينة تازة. هذا هو الاخ المكلا بالشحمة الرياضي البطل رحمه الله، توفى في ريعان شبابه بعدما اصيب بمرض عضال بمدينة تازة، وكان كيعمل عنده الحانوت في زنيقة حجامة. صورة تجمع السيدة لسمي سعمي زياد كما تلاحظون صورته، وهذا الفنان الذي كان يكنى الشقوبي. هذا هو مولاي ادريس النجار، تغمده الله برحمته، وكان يسكن بالزاوية، والابناء ديالو معلم واساتذة، وعنده بعض الابناء اللي تابعين النجارة كما كان هو. هذا النظير بناني رحمه الله، هو بين سي محمد بناني بمدينة تازة، وكان ناظرا بأحباس مدينة تازة. دائما مع عمي ناظر بناني وأحد الشيوخ والقرون بمدينة تازة. ويبدئ سبحانه ويعيد ويحكم. وهذه صورة للمرحوم بناني المكنى بنيخنيخ أبو الأولاد، تغمده الله برحمته. يقول لمن شاء كن فيكن، ويبدئ سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء، ويفعل في ملكه ما يريد. في ظلمة الأرحام صورني من نطفة. أبناء ديالو هو خالد بناني وعبد اللطيف بناني وسميرة بناني، أمد الله في عمرهم. وهذا هو المرحوم نجيب بناني الذي توفى في نادي الكشفية في ظروف غامضة، وكان من المنشطين التربويين بمدينة تازة.
الأخ ديال خارج بناني وعبد الإله بناني، لقد قيل بأنه انتحر والعلم الله. نفس الصورة لبناني عبد اللطيف وهو بثانويات أو بملحقة المشور في إحدى الحفلات. بناني عبد اللطيف عفوا عبد إيه بناني عبد الإله وهو مع المجموعة الموسيقية سنة 1972 بنادي الكشاف المغربي بثلاثة العليا. هذه صورة لأب المرحوم، هذا الأب نتاع قاسم كان حارسا بمدينة تازة وكان يسكن الزاوية. ولا زال يسترني دائما. وصورة تجمع بين النويقة على اليمين ومعزوز على اليسار. النويقة غني عن التعريف، كان نشيطا وعضوا في عيساوة، وعمي عزوز معروف كذلك بدكان البترول باب أحراش. ومرة أخرى مع عمي بناني أو المدعو نيخنيخ وهو أبو الأولاد. وهذه الصورة التقطت من موقع الأخ عبد اللطيف بناني بالإنترنت. شكرا لله. ومع الأب نتاع قاسم مرة أخرى، العم بلغيس سبقنا أن رأينا الأخ ديالو في إحدى الصور، هذا هو عمي بلغيس. هذا هو الحاج أو سيدي قدور الكولاري التاتي، وكان يسكن في المشوار وليس له أبناء. هذا الإنسان كان يحثني على العمل وعلى الاجتهاد، وكان يعلم بأنني معاق لا أستطيع العمل، وكان يحثني على العمل دائما رحمه الله. ليس له أبناء، فانتما هما الوليدات ديالو ترحموا عليه دائما وأبدا. الدار ديالو مرة مازال في المشوار مسدودة. الأستاذ عبد العزيز البويسوي أمد الله في عمره، لا زال حي يرزق ويمارس مهنته كمربي. نتمنى له دوام السعادة. هذه صورة السعلي، كان تاجرا قدام عمي عبد الله بلغيت ب أحراش، و كان يسكن بدار بيت باب زيتونة، أحد أبناء درس عندي من أبنائه، كنا كنتقداو عليه. هذا هو عم الرزوق الله يرحمه ويرحمه برحمة الله، وكان حارسا بالمدرسة تغمده الله برحمته، وكان يسكن في بيته بالمشور. ومن هنا كانت البداية. صورة للأخ الصديق طفولة علي فتوح، كان موظفا ببلدية تازة في الستينيات والسبعينيات، ثم غادرنا إلى وجهة أخرى ربما في البادية، وكان يسكن بزقاق حاج ميمون، وعمل معنا مدة طويلة في الكشاف المغربي. وصورة جميلة لإدريس بن عزة،
او كما يكنى ولد الشام حدو. ودرس عندي هذا الطفل الوسيم الوقور بمدينة باب الزيتونة، وهو يعمل اليوم موظف بمدينة فاس، هو الأخ ديالو قمر. دون أن ننسى تبليغ السلام إلى نسيب قريشل وإلى الأخ ديالو اللي خدام بمدينة تازة بالبلدية، نقول لهم سلام الحار من حامد حاجي. دريس بلعزة. وكان نابغة في قسمه ونشيطا دائما نشيطا بالقسم. هذا ساعي البريد لا أعرف اسمه، وكان يعمل بمدينة تازة. من يفتحنا عينينا وحنا كنشوفوه، وهو صديق للطيب الربيب الذي نبلغ له السلام، أو الحاج طيب الربيب بمدينة تازة. هذا الحافظي من تلاميذ اللي قرا عندي بمدينة تازة، أو قرا عندي الأخ ديالو، ولكن هو خيم معنا، كان كيمشي معنا المخيمات، ومن العائلة ديالي. جدو هو عمي ديدي أمد الله في عمره، وعمي ديدي كاجي ولد خالت بوا. هذه صورة صغيرة تجمع ما بين الباهي العلوي على اليمين والجقي على اليسار. زفاف نور الدين العيدوري، ونتعرف على عبد الله عبد ربي حاجي على اليمين، والعيدوري اخر ثم المرابط، ربما اليوم محامي بمدينة تازة. وصورة جميلة لعز الدين العمراني الذي كان درس معي سنة 1965 بثانوية تعليم البر، وانطلقنا جميعا في التنشيط الجمعوي والتربوي، ونتمنى له الصحة والعافية. لقد علمت مؤخرا بأنه في ظروف صعبة، أتمنى له الشفاء العاجل، إنه سميع الدعاء. هذا بن طاهر أو ما يكنى بالنش، ويسكن بجبل كبير، وهو كجير في عائلة ديالي. نتمنى له صحة عافية إذا كان لا زال على قيد الحياة، وكان موظفا بمدينة تازة. والأخ ديالو هو السي عبد الله، والعائلة كبيرة. وصورة جميلة للطفل ولد ما بنت العزوزيك وبوها هكي في يوم ختانه. الوجوه التي كانت مألوفة لدينا، هادو هما الأخوين من عائلة النجار. النجار هاتي العائلة العريقة بمدينة تازة، والنجار اللي على الشمال هو اللي كانت عنده الحانوت قبة السوق. هاد الصورة مأخوذة في السبعينيات، وهم يعشقون هذه الموسيقى. نتمنى أن يكونوا بخير وعلى خير. وصورة نعرف فيها هنا الغفوري على اليمين، والسي بن يعقوب على اليسار، والسي تامر خيصل الغصاصي الأستاذ في الوسط، وهي مأخوذة في الثمانيات في إحدى المناسبات بمدينة تازة.
هذا هو الحاج حماني فكرون السير ديال العائلة الحاجين، والبنت ديالو الماسونة هي ربيعة الحاجي اللي دايا الأخ إبراهيم حاجي. ولقد كد وشهد على من علم بالمال الحلال وأكرمه الله بأبناء طيبون منهم عبد الحق ونور الدين وفتاح، دون أن ننسى الحاجة ربيعة. هذا الخصاصي أو الخصاصي كان حارسا في السجن بمدينة تازة، وكان يسكن بجماعة كبير، وهو من عائلة الخصاصيين المشهورة بمدينة تازة. ودرس عندي أحد أبنائه بالمعسكر، تعرفت عليه وأنا صغير في الخمسينيات حينما كان يشتغل بإحدى الصنع. صورة تذكارية لعبد ربي أنا الحاجي مع الحسن وعبد الله من أصدقاء الطفولة، وهو موجود الآن في هذه السنة بالضبط سنة 1977 2007 أقول، موجود بمدينة فاس. دائما مع الحسن بن عبد الله في صورة عائلية بالمعرض بمدينة تازة، وتظهر أمي أم الزهرة الله يرحمها على الشمال، والحسن بن عبد الله مع أحد أبنائه وزوجته المصونة. وصورة جميلة تجمع ثلاثة من الأصدقاء والأحباء في صورة أخذت في إحدى الليالي مع الأحباء من مدينة تازة، وأخذت في أبريل من سنة 1974. نتعرفوا هنا على هذا العيوني، هذا نور الدين فكرون، هذا الأخ تازي، وهذا الأخ عبد الحق الحاجي، ها هو فراه، وهذا عبد ربي أنا حميد حاجي، وهذا عبد الحق فكرون، وهذا من العائلة العيونيين في إحدى المناسبات. ها نور الدين فكرون، الأخ عبد الحق الحاجي، وأنا هذا عبد الحق الفكرون، وأحد العيونيين هنا. هذه صورة جميلة لأبناء الأخ ديالي إبراهيم الحاجي، ونتعرف هنا على آسيا وعلى أسامة ثم سمية وهذا زكريا، أكرمه الله بهذه التلة من الأطفال، واليوم كلهم كبروا ولهم أبناء، ونحمد الله تعالى ونشكره. صورة وجب الوقوف عندها، ويجب أن نقرأ ما يوجد على الهابش. حاجي حميد إيه الهيمس عبد المجيد ارتيست بانتغ
اي مدام الهيم سحورية اكس اليف على كل باب زيتونة 1972 باغين اي رونوفاتريس دو تو مترافوك على فرونتيك غرو ميرسي. هذه هي الانسة او الاستاذة او السيدة الهيمس التي درست عندي في القسم الخامس بمدينة تازة بمدرسة باب زيتونة، واشكرها شكرا جزيلا لانها هي اللي مولت لي المشروع تاع هذا الميدان المعلوميات بواحد التضحية لا مثيل لها، فاشكرها واشكر كل من ساهم من بعيد او قريب في انجاح هذه العملية، دون ان ننسى جمعية البوصيري للأمداح النبوية في شخص رئيسها السيد حامد سليماني الذي شرفنا بحفل سكريم بمدينة تازة. وصورة جميلة لولاد المشور، ثلة كبيرة من أبناء المشور، نتعرفون على ولد الطواش هاو فراه، هذا ولد الصفر هاو فراه، هذا الشريف اللي بوا كان كيدير الدجاج في الحراش، هذا اللي بوا كان جدو هو بين هو النضير بناني، شكون خويا سيدي هنايا، هذا حتى هو جدو هو النضير بناني، هذه بنت الحازمي، وهذه الصورة أخذت سنة 1984 في إحدى الحفلات بمدينة تازة. وصورة أخرى تضم ثلة من الأصدقاء، أصدقاء الشباب بابا حاجي، نتعرف عليهم. على اليمين هناك بن طالب، بجانبه الأستاذ والأخ والصديق تاج الدين الزرهوني، ها هو فراه راه الآن في الدار البيضاء رجل الأعمال، هذا الصديق الحسن أبو عبد الله راه موجود بمدينة فاس. هذا الغيصاصي يقال على انه توفى رحمه الله، هذا الزبير بناني، وهذا انا عبد ربي حاجي اخذت في حي باب زيتونه، هذا بن طالب ولد بن طالب الذي درس معي في مدرسه باب زيتونه. صوره اخرى لمجموعه من الشباب بمدينه تازه، نتعرف على بناني اللي عمه هو دغوان، هذا كان خياط، هذا أستاذ نتاع الرياضة معروف بمدينة تازة، هذا الأخ المناضل الغني عن التعريف ولد الجلال الطهرية، نبلغ له السلام من مكناسة الزيتون. هذا السيد الزاهر كان يعمل العمل ديالو هو في المحطة تاع الحافلات تاع بن العياشي اللي كانت باب الجمعة، والابن ديالو الان هو منشد مع جمعية الامداح النبوية بمدينة تازة، وتلميذ قرا عندي في القسم الثالث، هذا علي فتوح، الاخ بن عزاد ليس، ربما نكون قد راينا هذه الصوره من قبل، صوره جماعيه لعدد كبير من الاحباء من مدينه تازه، نتعرف هنا على سلمى الحرش، يوسف الحرش، هذا هو عمي البرنوسي، وهذا ولد الشواي، وهذا بن عزه اخ بن عزه قمر وبن عزه ريس، هذا هو الخياط اللي راه دابا في المشهور دي بن شيبوب، هذا العماري، هذا الاستاذ جمال اللي كان معلم بمدرسة خالد بن الوليد، هذا المنصوري بصورة السعوديين، هذا الفيزادي جمال، هذا بو عمر، وهذا عبد الطيب بناني. شواي عمي البرنوسي، يوسف الحرش، سلام الحرش، هذا اللي قلنا هو الخياط اللي راه الان في المشوار، هذا العماري
هذا الأستاذ جمال أكرمه الله، هذا المنصوري بصورة السعوديين، هذا الفيزاتي جمال اللي كان كيعمل معايا في الدكان، لا تعرفه هنا على عبد اللطيف بناني أمد الله في عمره، هذا الأخ بو عمر مسرحي مشهور الآن بمدينة تاجة، نعرج إلى العمل الجمعوي بمدينة تاجة ونتعرف على هذه الصورة وعلى مكوناتها، وهي مأخوذة ببيت السيد حاجي حميد بباب زيتونة. سنتعرف على الأفراد كل واحد باسمه، ونبدأ من اليمين فنتعرف هنا على الأخ جمال زغموت، ثم صالح بناني ها وفره، ثم بجانبه السي محمد بن غوات أستاذ بالمعهد العالي للصحافة، ونعرج إلى الأخ عبد الكريم المراني ها وفره، راه الآن أستاذ وصحفي بمدينة الدار البيضاء، ثم نغتنم هذه الفرصة لنترحم على الأخ عبد الإله بناني الذي توفى كما قلت في ظروف غامضة، توفى في النادي نتاع الكشفية، قيل بأنه انتحر والعالم الله. ثم الأخ بروال تغمده الله برحمته، وأخيرا السيد حاجي هنا في أقصى اليسار. هذا الاجتماع كنا درناه في إطار تحضير لمخيم للجمعية بالسعيدية. ونفس الصورة مع الأخ من اليسار بناني عبد اللطيف، والأخ المراني، والأخ بالغوات، وعمر بناني الموجود الآن بهولندا. صورة جميلة جماعية لمجموعة من الأطفال والشباب في إحدى المناسبات، نستطيع أن نتعرف على أسمائهم. ونبدأ من اليمين نتعرف على الأخت بناني، ها هي فرها أخت بناني عبد اللطيف وخالد، والبناني سميرة، هذا أبو عمر، هذا الغبور، هذا الغمام راه الآن محامي وعضو بجمعيات أصدقاء مدينة تاجة، هذا العزوزي، هذا ربما ذاك الطفل اللي كنكنيه بوحمارة، الأستاذة بالعياشي، هذه تازية، هذه بنت العربي مهدي الله يرحمه، كانت قدمت برنامج بالتلفازة على الطبخ، هذه بنت شكل، وهنا نتعرف على البوداني، وهنا المالطي الممرضة، هذه رزيق سميرة، هذه إما الهلالي أو الوهابي من البرارس، وهذه بناني، هذا الحارس اللي كان باب زيتونة، وهذا صديق معلم كان معنا بمدينة تازة بمدرسة باب زيتونة. بناني سميرة كما نرى هنا هي الأخت ديالها. العزوزي كما نرى هنا، مهدي، شكال، بودالي والمالطي، رزيق والهلالي، وهذه الصور موجودة في صفتها الأصلية، لكل من يرغب فيها يتصل بالسيد حاجي. وصورة أخرى تذكرنا بالمجموعات الموسيقية التي عشناها بمدينة تاجة، ونتعرف هنا في هذه الصورة على تشيش نور الدين، وعلى جبار
والحياني والبوش أيام المجموعات. وصورة أخرى لإحدى المجموعات نتعرف هنا فيها على بناني عبد اللطيف على الشمال يعزف على البندير قدام الرياني على الطبيلة العيش ثم الغرفي الذي هو اليوم موظف بالبنك الشعبي أو بأحد البنوك بمدينة تازة. وهذه صورة لعمي أحمد شيبوب مع مجموعة من شباب مدينة تازة في إحدى المناسبات. هذا الرجل الفد الذي عاش شابا ومات شابا. نتعرفون على الحالة حاج محمد شيبوب ثم الاخ شيبوب المعلم ولد المختار شيبوب. هذا هو تشيش وهذا جبار. وصورة اخرى هذه المرة تضم بين طياتها الأخ خالد بناني وأبو عمر سنة 1980 في إحدى المناسبات. وسميرة بناني وهي تغني مع الأخ عبد اللطيف بناني في إحدى المناسبات. وفي وسط كانوا الصبان. وصورة أخرى بنادي الكشاف المغربي ونتعرف فيها على الأخ فتوح على اليمين. وهنا هذا هو زكي بن قاسم. هذا عبد اللطيف السقمر. هذا مهدي. هذا بناني أخ عبد اللطيف وهو الممرض. هذا الهزات وهو الآن في تازة السفلى عنده محطة أو عنده حانوت نتاع الهواتف. وهذا هو القصيور المكنة بالقصيور نادي الكشاف المغربي بتازة العليا. صورة أخرى تضم ثلة من هذه المدرسة التي كونت الأجيال وعبد ربي حجية رأس هذا الاجتماع. ولا زلت أذكر هذه الأسماء وهذه الوجوه كما لو كانت تعيش معي.